الآن معنا في الاستوديو، يسعدنا جدا إننا نرحب ب هو مش ضيف، هو صاحب المكان، هو واحد من الجنود اللي وراء هذه الجهود الجبارة من أجل أن يخرج الاحتفالية بهذا الشكل المشرف. دكتور مجدي نشأت هو رئيس الهيئة الكندية المصرية للتراث، وهي الهيئة اللي الحقيقة يعني بتقدم كل الجهود لإخراج هذه الاحتفالية بالشكل اللي احنا بنتابعه. جهود طويلة، أهلا بيك يا دكتور، ويسعدنا إنك معانا اليوم في الاستوديو. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. طبعا دكتور مجدي نشأت له بصمات مهمة في المجتمع الكندي، رجل أعمال ونجاح ورحلة جميلة ووجه مصري زي ما دايما المصريين بيشرفونا، وبنشوف على مستوى العالم أسماء ونجوم لامعة من أصول مصرية. دكتور مجدي، يعني النهاردة كمان نحكي عن المشوار، قبل ما نحكي عن الهيئة والجهود اللي احنا كلنا لازم نتوقف قدامها ونحييكم عليها جميعا، لكن نتكلم كمان عن مشوارك انت في كندا. أنا جيت كندا سنة يناير 1994، كان يوم في سنو كتير قوي وكان ويندي، وأول ما نزلت من الطيارة كان أخويا مستنيني في المطار، وطبعا اتخضيت من المنظر، جالي رعب يعني. ده يناير، ده شهر يناير. يوم 15 يناير 1994. ايوه الحقيقة it was a challenge for me، يعني لأن أنا جيت كندا وأنا عندي 43 years old، وأيامها كان الكمبيوتر لسه مش very common في إيجيبت، يعني مش وكان هنا كل حاجة بتعتمد على الكمبيوتر، education، الشغل، كل حاجة. ف طبعا. كان هارد تايم، بس الحقيقة ربنا وفقني إن أنا قدرت أخلص امتحاناتي وأخلص أخذ المعادلة بتاعتي وزن ونير أخلص كل حاجة. تمام. الفاميلي بتاعتي، أنا قعدت عند أخويا شوية واستضافني في بيته حوالي 6 أشهر، وبعدين الفاميلي بتاعتي جت يوليا، 1 يوليا 1994، يعني نفس السنة، نفس فرق السنة ست ست شهور أو أشهر حاجة، أو 6 شهور. طيب، بس طب وأول المعادلة، لأنه دلوقتي كتير بيجوا من مصر وبيلاقوا بقى في تحديات من أجل العودة إلى المجال اللي هم تخصصهم الحقيقي. الحقيقة أنا قبل ما أجي كندا قعدت سنة ونص أذاكر كنت في بتستعد؟ مصر، يعني جبت الكتب كلها وقعدت أذاكر فيها، فعلميا كنت يعني جاهز إن أنا أخش الامتحان. يعني خدت كورسات إنجليش في مصر برضه قبل ما أجي، ساعدتني كتير، وأنا كنت كمان بذاكر لأولادي في المدرسة، فريفرش ماي ميموري في كل حاجة، تمام. وتوفيق ربنا طبعا قبل كل حاجة، وقدرت اخذ المعادلة في نو تايم، يعني ما فيش ممتاز. ما كملتش سنة صيدلة صيدلة. دكتور. واشتغلت في اول جوب ليا كانت في شوبرز دراج مارت، و خدت الاكسبيرينس بتاعتهم، وبعدين اشتغلت في لوبزوس كمان فترة، وبعدين فتحنا أول أجزخانة وابتدت الأمور تمشي يعني بعد كده. تمام. طب هل يعني سنة 94 الكلام ده اختلف المعادلة واختلف الرجوع للمسار دلوقتي؟ لأنه في ناس كتير كمان بتشوفنا دلوقتي من المهاجرين الجداد والشباب، كتير جدا من الصيادلة خارجين صيدلة في مصر. هو قطعا المعادلة كانت أسهل من دلوقتي، يعني كان في ما كانتش دلوقتي أصعب شوية طبعا، بس في نفس الوقت المعلومات زمان في الوقت ده كانت أصعب في الحصول عليها. يعني دلوقتي أنت
one press على البوتوم بتاع الكمبيوتر you can get any information you want. احنا عشان get information دي في الوقت بتاعنا كان لازم تفتح ديكشنري وكان لازم تفتح كتاب وكان لازم تبحثي. فالدنيا بالانسد يعني ما في يعني وده دي حاجة. الحاجة التانية انا جيت في وقت كان صعب قوي 94 ده كان وقت صعب قوي كان البقاء من الريسيشن وانا فاكر ان انا قعدت ادور على شغلانة في محطة بنزين او في اي حتة ما لقيتش وانتهى الامر ان انا بشتغل تبع ايجنتس في اشتغلت شيال يعني انزل بضاعة من القطر ادخلها المخازن وانا عملت كده لان انا كنت يعني احنا انا كان عندي زخانة كبيرة او في مصر I had money في الوقت ده بس ابتديت اصرف منه وانا ما احبش ان انا اصرف فلوسي وقعد ما بشتغلش يعني فاشتغلت الشغلانة دي عقبال ما اخذت المعطلة يعني ده كفاح yeah. سهولة لأنه كمان ناس كتير دلوقتي بيتفرجوا علينا من مصر وحلم الهجرة خاصة الشباب طبعا بيبقى مالي تفكيرهم الهجرة بيفتكروا إن الموضع سهل بمجرد ما أوصل بلد المهجر وأوصل للوطن الجديد أو الأرض الجديدة فالأمور بتتفتح والنجاح موجود وسهل ومضمون والفلوس كتير فالفكرة دي نقول لهم إيه؟ النجاح مضمون في حالتين أيوة. الإصرار ومش شرط قوي انك تبقى شاطر قوي لكن شرط قوي انك تبقى شخصيتك شخصية كويسة يعني لازم تبقى انسان عندك ديديكيشن بنكتشوال صادق محافظ على وقتك محافظ على كل الحاجات الصفات الشخصية الحلوة لازم تبقى عندك والشطارة والخبرة دي حاجة acquired يعني كان acquired by time ده اللي بيسموه بقى soft skills yes. هي دي اللي مهمة هنا أكتر يمكن من طبعا الخبرة مهمة جدا والعلم طبعا له احترام yes. ووضعه yes. لكن زي ما حضرتك قلت حاجات تكتسب لكن الحاجات التانية من أصول الشخصية مهمة قوي ومهمة للنجاح يعني لازم تبقى شخصيتك كويسة وطبعا الشطاره لازم يبقى يعني لازم تبقى يعني شاطر يعني مش معنى كده ده بس اهم انك تبقى شخصيه كويسه وتتحمل لان زي ما حضرتك طبعاً. قلت يعني دي اشتغلت شغل حتى في بدني يعني في مجهود فهو تحمل من كل النواحي وللوصول للهدف وحضرتك وصلت للهدف ونماذج كتيره ما شاء الله عندنا هنا مشرفة جدا الموقف اللي احنا فيه النهاردة وحضرتك صيدلاني من أصول مصرية أقول إنه احنا هنا مدينة ميسيساغا وإحنا جزء من تورونتو الكبرى في أونتاريو وأحب أقول إن ميسيساغا هي معقل الصيادلة المصريين مظبوط يا دكتور معظم الصيادلة مصريين هو مش ميسيساغا بس هو تورونتو سكاربرو جي تي اي عامه فيها احنا كمصريين يعني بنحب ناخد المخاطره وبنحب نجرب وشطار بنقبل التحدي وبنتحط في اي حته بنتحمل وبنقدر نسد فيها الحمد لله ونماذج كتيره طبعا مشرفه جدا طيب رحله مع الصيدله والصيدليات وما شاء الله حضرتك ناجح جدا في هذا المجال نيجي بقى للهيئة الكندية المصرية للتراث ونتكلم عن الهيئة ونشأتها وإيه الدور اللي بتلعبه الهيئة ونتكلم عن الاحتفالية وأدواركم اللي لعبتوها خلال الفترة الماضية الحقيقة الهيئة دي يعني it's very brilliant idea يعني أنا أحب أدي كريدت للشيف سبعاوي إن هو فكر في موضوع شهر التراث المصري وأول ما خدنا يعني أول ما ابتدى يقدم على الشهر ده وتحصل البروسس بتاعت الابليكيشن وكده يعني اتكلمنا وقلنا لازم نعمل هيئة تبقى يبقى في شهر وفي هيئة
تعمل فعاليات للشهر ده. نعم. فعملنا الهيئة، والحقيقة خدنا الابروفال وكده. كان الوقت ضيق السنة اللي فاتت قوي، ما لحقناش نعمل حاجة يعني ضخمة في الطريق باسم مصر وكندا وكده. كان في رفع العلم، كان في رفع ده العلم، بس شيء كان الفعاليات مظبوط. ما كانتش في حاجة يعني كبيرة يعني. نعم. وبعدين كان السنة دي عندنا بلان إن إحنا نعمل حاجة كبيرة، بس طبعا جه موضوع الكوفيد ده، طبعا أبسايد داون إيفري سينج. فتفتق تعرف المصريين كرييتيف يعني وشطار، قالوا نعملها حاجة فيرتشوال أونلاين، وابتدينا نشتغل عليها. تمام. فده الـ ده الـ الهيئة وجود الشهر في حد ذاته ده حاجة جميلة جدا. كندا بلد جميلة، بتدي تشانسز لكل واحد، بتدي اوبورتيونيتي لأي واحد ان هو لو بيشتغل هارد بياخد حقه. واحنا لاقي ان احنا عندنا الجنسيتين الحلوين دولت، الجنسيه الكنديه والجنسيه المصريه بقى اللي هي الحضاره والعراقه. وعلى فكره المالتي كالتشر ده مش كندي بس، ده مصري كمان، لان احنا في مصر انا من الجيل اللي حضر الخمسينات، وعشت في الفتره في اوائل الخمسينات في إسماعيلية واسكندرية ومصر الجديدة، وكنت بشوف الجنسيات المختلفة اللي حواليها. أصحاب البيزنس الصغيرين كانوا أرمن وتراك وأبرصة يونانيين ويونانيين وطلاينة وإيطاليين. وكده. فإسكندرية بالذات كان كل المحيطين بيها يعني جنسيات مختلفة يعني. مدينتنا الجميلة. فالحقيقة فترة الخمسينات دي كانت فترة جميلة قوي، وكان بفكرني بكندا يعني. أنا ما كنت عايش في اسكندرية في الإبراهيمية، بفتكر المالتي كالتشر اللي موجودة هنا في كندا. كنت متعود عليها، فبالتالي جيت لمجتمع ما لقيتش، انه لقيت نفسك انك تحتك من جديد بحضارته. طبعا. طيب، لو اتكلمنا عن حياتنا كمصريين هنا في كندا، وحضرتك رحلة طويلة ما شاء الله من 94 حتى الآن، اسهامات الجالية المصرية او المصريين او الكنديين من اصل مصري في كندا، وشايف ازاي اننا مش بس ننجح في المسار اللي كل واحد اختاره، شغله وبيته، ازاي نكون ناجحين كوجوه ايضا في المجتمع، كجزء من المجتمع الكندي، نتفاعل ونعطي وننجح ونترك بصمة. الحقيقة يعني ده موجود يعني. أنا ما تشوفي عندنا أساتذة، دكتور ممدوح شكري، شكري، الدكتورة دكتورة المراغي، مراغي، الناس دي يعني أنا أعرف أصدقائي كلهم كانوا مديرين وسي أوز بتوع في وكالة الطاقة، في شركات فضاء، في شركات كبيرة. لا يعني إحنا موجودين وبنسهم في العمل في المجتمع الكندي. وفي حاجات غير كده، احنا يعني احنا لنا نشاطات في خدمة المجتمع يعني. احنا في عندنا في مسيساجا في جمعية أنبا إبراهام تشاريتي. أنبا إبراهام تشاريتي عندها أربعة أو خمسة، أعتقد أربعة فود بانك في مسيساجا، ولها دور كبير في توفير الهوت ميلز للناس. في نفس الوقت احنا ككنديين بنتفاعل في مصر كمان يعني. احنا عندنا مثلا انبا ابراهام بتعمل تشاريتي وورك في مصر بالنسبه للناس المحتاجين وكده،
وكمان عندنا مثلا كنديان كوبتيك كنديان ميديكال اسوسيشن، دي مجموعه من الدكاتره والصيادله بينزلوا مصر كل فتره، وبينزلوا السودان، وبينزلوا دول افريقيا، بيعملوا خدمات طبيه وعمليات جراحيه. في حاجات كتيره مش معلن عنها، يعني في اعمال كتيره مش معلن عنها. احنا ولادنا كمان الجيل الثاني والثالث هنا نجح جدا بيوند الايماجينيشن بتاع اني بادي. يعني كل انا اولادي في الثلاثينات، وكل اصدقائهم واللي قبليهم واللي بعديهم، انا شايف نماذج ما شاء الله. مشرفه للمصريين. واحنا اعتقد ان احنا كنا اعلى نسبه في الاديوكيشن في الايميجرانت. ما شاء الله. هو طبعا المصري محب للعلم للعلم طبعا وبيعلم ولاده كويس جدا، طبعا بيحرص أشد الحرص، ويمكن كتير جدا من المهاجرين اللي من أصول مصرية وعربية اللي جم كندا هم جايين عشان ولادهم وعشان أكتر مستقبل ولادهم وعشان الجيل الثاني اللي حضرتك قلت عليه والجيل الثالث هو اللي بيبقى الأساس وبيبقى اختيارنا الأول. الحقيقة دايما إحنا كمصريين بنركز على النقطة دي وبنسعى فيها وبننجح فيها الحمد لله، فالتعليم عالي وما شاء الله إن شاء الله يكونوا في أعلى المراكز كلهم. نقول إيه للمهاجرين الجدد دكتور من خلال خبرتك ورحلتك الطويلة؟ أقول المشوار صعب مش سهل، أيوة بس مش مستحيل. تمام، حلو الكلام. تقدر توصل اللي أنت عايز توصله بالمثابرة وبالإخلاص، وخلي have a good personality، اتصرف صح، امشي صح، كل حاجة تفتح لك. الناس هنا بيحبوا قوي الإنسان الصادق الأمين اللي كلمته واحدة ما بيكذبش، بيشوف شغل كويس، التعليم او اكتساب الخبره دي حاجه اكوايرد ممكن تاخدها بالوقت، لكن البرسوناليتي كويسه يعني لازم تحط نفسك في الاطار ده. هتلاقي ابواب كتيره قوي بتتفتح لك لما الناس تحس انك انسان كويس. طب والعلاقات، ان احنا يبقى يعني يبقى في نتوركينج ونعمل علاقات في العلاقات المجتمع. مهمه جدا، لازم تبقى علاقتك، واللي هيخليك تعمل علاقات اجين هي الشخصيه بتاعتك. لو الناس حست انك انت انسان كويس will approach you، هيكونكت معاك. لو الناس حست انك انت انسان يعني ما بتتصرفش صح، ما حدش هيهتم ان هو يبقى ليه علاقه بيك. فمهم قوي انك تعمل علاقات، تتغرغر في المجتمع، تتعرف على الناس، و treat everybody with respect and love. حتى you will win by the end يعني. إن شاء الله. طب موضوع الكوفيد، موضوع الساعة كوفيد 19، أخباره إيه وأخبارنا إيه بص، وشايفه من إزاي يعني؟ هو طبعا حاجة سيريس قوي، و و و و I think يعني إن everything has a beginning and it has to have end. لازم هيخلص يعني. يا رب. When and how nobody knows. بس انا ابني الكبير مره كنت ماشي معاه وبيقول لي حاجه، بيقول لي احنا جيل لاكي، اللي هو وخصوصا اللي عايشين في كندا وفي امريكا وفي وكده، ما شفناش حاجه. يعني احنا في مصر شفنا حروب 56 و67 و73، وكان في ازمات اقتصاديه وكده، بس الجيل اللي جه كندا هنا جيل طلع ابهاتهم اشتغلوا وهم طلعوا عايشين في مجتمع مرتاح. مرتاحين. فبيقول لي ده التجربه بتاعتنا، ان احنا هاف تو هاف تشالنج. مش معقوله يعني الحياه تبقى ورديه، فاحنا وي هاف تشالنج. اعتقد اتس جوينج تو بي اند. العبقريه بتاعت الانسان ان هو يتكيف مع الظروف. يعني في كوفيد وفي تباعد اجتماعي وفي كده، طب وماله؟ انا الاديوكيشن هعمله اونلاين اند فيرتشوال، المؤتمرات والجوبز هنعملها ثرو ذا انترنت. في نوع من الاكوموديشن للسيتويشن بتاعت الكوفيد. ربنا خلق البني ادم عنده
عقلية، وما أعتقدش إن فيروس هيقدر يهزم بني آدم يعني. والهيئة استخدمت التكنولوجيا في الاحتفاليات يا دكتور، ما وقفتش حاجة أبدا. بالعكس بالعكس، يعني مجموعة لقاءات الحياة مميزة جدا مع نجوم المجتمع المصري في الأدب والثقافة والفن والعلم، وأيضا المصري الكندي أو الكندي المصري كمان، فما فيش حاجة وقفت الحمد لله. بالظبط بالعكس بالظبط بالعكس، بالظبط كده. احنا نتمنى ان الناس تكون بتتابعنا وساعدت بينا. حضرتك يمكن ذكرت من شوية دكتور ممدوح شكري كنموذج للإنسان اللي من أصول مصرية اللي نجح، أثبت اسمه اسم كبير في العلم، وهيكون معنا بعد قليل في لقاء إن شاء الله كمان نتابعه، يمكن على مستوى العالم، مش في كندا، ولكن إنه المصري إزاي بيطلع بره ويثبت نفسه. ده كلام صحيح، عندنا نماذج، عندنا دكتور فاروق الباز، وعندنا الدكتور الله يرحمه أحمد أستاذ زويل، زبير وعندنا دكتور مجدي يعقوب، وهاني عازر. وعندنا هاني عاز، عندنا عدد من العلماء على مستوى العالم كبير جدا، عندنا الفنان عمر الشريف، عندنا يعني عندنا أسامي كبيرة جدا وعندنا عملاقة، عندنا نجيب محفوظ من داخل مصر وجاب وأخذ نوبل، وعالمي أصبح وهو داخل مصر. قطع المصري بيبدع، قطع المصري بيبدع. طبعا شرف عظيم للهيئة إن احنا ناخد دكتور ممدوح، ويشرفنا على اللقاء فيرتشوال دي، حاجة عظيمة جدا، وبنشكره على المشاركة معنا في اللقاء بتاعنا. تمام، احنا زي ما وصلنا دلوقتي الوقت مش هيسمح النهارده للقاء دكتور ممدوح شكري، لانه اللقاء جميل واجراه الزميل الاعلامي الاستاذ خالد سلامه، وهيكون معانا ان شاء الله هذا اللقاء لاحقا الاسبوع الجاي ان شاء الله، هيكون معانا الدكتور ممدوح شكري، نسعد برحلته المميزه جدا هنا، ورحله نجاح كبير اسم علم، وطبعا هو كان الرئيس السابق لجامعة يورك، أول مصري يصل إلى هذه المكانة، وقبل كده كان رئيس قسم الهندسة الميكانيكية في ماكماستر، وكان عميد كلية الهندسة في ماكماستر، يعني رحلة صعود مستحقة وعلم وخبرة، إن شاء الله نلقاه الأسبوع القادم. إحنا سعدنا بيك دكتور ميرسي مجدي، قوي، ثانك يو سو ماتش، يعني وجه مشرف ثانك يو الحقيقة، سو ماتش، ثانك يو، ونفخر بيك. طبعا ثانك يو. دكتور مجدي نشأت رجل الأعمال والصيدلي، وهو أيضا رئيس الهيئة الكندية المصرية للتراث، وتحياتنا لكل أعضاء الهيئة وجهدكم المميز، وإن شاء الله الناس تكون مبسوطة أيضا معنا في الاحتفالات. عندنا لسه فقرة، فخليكم معنا وتابعونا ونستنى الفقرة القادمة.